السلام عليكم الزول فلاوان، رانا امام المقر ولايه اليزي من الشعب والى الشعب. دونك جينا هنا قدام الباب تاع الولي، ما باش يستقبلنا على جال مطالب تاع السكان هنايا تاع اليزي، مطالب الخدمه. كان 4000 شركه هنا في المنطقه، المشكل تاع ساكن فني. شفت الصحراء كيفاش حال طويله، صح حال طويله وعريضه. الله يبارك، الله يبارك. ورا الكوب ولا كوبير تاع تريسيتي، هاي بدات، هاي بدات عندها صافي واحد دي سيمان بدات لا كوبير. هاك تشوف السخانه شحال مودمي درك، يلحق جوا جويي والله ما تقدر تعيش. يعني دائما تريسيتي تاع يا كوبير هاي بدات. انا مي راه ربيع من الكوبير. انا راني نخدم في سونال غاز، ها نخدم في سونال غاز، اجون سونال غاز، راني شاف سيرفيس فينونس، راك فاهم معايا. سونال غاز، سونال غاز لا غالب صار لك الحانوت تشري وتبيع. مي نورمالمون الميزانيه تاع الولايه، انا نقولها لكم الهضره هذه راني مسؤول عليها. الميزانيه تاع الولايه كيما راه يخرج البترول من هنا، هذا الخير ثروات تاع ولاد المنطقه، فهمتني؟ هاي تحت رجليهم، نورمالمون يعطوهم حقهم. نورمالمون الميزانيه تاع الولايه تتكفل بالفواتير تاع الكهرباء في فتره الصيف، فهمتني ولا؟ فتره الصيف المواطن البسيط ما يلحقش حتى على قوت يومه باش يشري كيلو بطاطا، تجيه تريسيتي مليون ونص زوج، وزيد راه كاري زوج ملاين، فهمتني؟ ما يقدرش يعيش. الفاتوره تاع تريسيتي من هنا نقولوها لكم الشعب، سونال غاز راكم تكسروها اذا ما تخلصوش تريسيتي، راه يتكسر سونال غاز، صافي تريسيتي ما كانش. الدوله مش خلص دوله الولايه، الميزانيه تاع الولايات الجنوب هما اللي يتحملوا التكاليف تاع الفواتير تاع الناس البسطاء، اللي ما عندوش تخلص عليه الدوله، هذا ما كان با بلوس. واش رايكم بلي الغاز هنا في اليزي راه فرنسا اسبانيا ايطاليا، واش رايكم نتوما؟ هذه المعلومه ما نظنش واحد في الصحراء ما عندوش. على بالنا على بالنا. اسمح لي على بالنا الشركه هذه اللي حاده لي بروجي هذه يا اخي، راهي في المزاد، راهي عندها وقيله، راهي في داخل السوق تاع البيع. مسؤول وهذا كارثه، هذا والولي ما يخدمش على كارثه، هذا الولي هذا كارثه. هذا لماذا كارت. لماذا كارثه؟ نورمالمون هذا يجي باش يدور له يسمع المطالب، مطالب الشعب والتنميه تاع الشعب. مي هذا راه يدير في فتنه. علاش يدير في فتنه؟ لماذا؟ عنده ناسات باينين يخدم معاهم، ما يخدمش على مصالح السكان. لا هو عنده مصالح العصابه. اسمح لي، اكثر من مصالح الشعب. هذه اللي نقولها لك من الاخر، عنده مصالح العصابه اكثر من مصالح الشعب. روح كمل. ولايه اليزي هضرت فيها صح، هذه الله ترى هذه ولايه تاع ميزانيه بالالاف مليارات كما راهم يحكوا. هذه ولايه اكثر فيها ميزانيه واهر اكثر منها، قسما بالله. غير ناسات مازال راهي عايشه على جناب الخيم، سبحان الله. ميزانيه كما قلت لك، ميزانيه ومساحه تاع دول. اما المشكله نتاعنا في التسيير لماذا؟ لماذا؟ ثلاث شهور قادر كابابل يا اخي يعاود يولي للشباب الاكثريه تاعهم. حسب ما تفهم يا اخي، حسب ما تفهم يا اخي. جبدها شوف، كاين ناس تاع مصالح، ناس تاع مصالح هما اللي راهم قاضيين. بصح الاكثريه تاع الشباب ابو قادر كابابل ثلاث شهور يحكم لك جبل. يا وراه مشكل لا شغل، الشغل عندهم 400 ناس مكان والو. احنا ناس كرماء، الله يبارك. صح بزاف كرهنا البترول خارج من عند رجلينا، وحنا اخر الناس اللي يهضروا. 400 بوست تاع بي بي ولا الشركات بريتيش بتروليوم تاع اي والله، الشركات لعبوا بها 400 بوست لعبوا بها كاع تاع شوافرا ولاجون سيكيريتي كاع لعبوا بهم لي بوست. هما عدا السمانه كانت مغلوقه الولايه هذه هنايا. ايه الطريق هذه وطريق التاريخ الوطني رقم 3. مستقبلكم ولا لا؟ ما استقبلش. يوم عاد الجدرميه عطاتهم الهراوه. بعد الجدرميه عاد لهم الجدرميه. بعد ما داروا خلطه الشباب قطعوا الطريق. هو المفروض المشكل تاعنا يا اخي، احنا المشكل من السلطات العليا
سيرتو وزير الداخلية اللي كان أمين عام هو معروف معروف. شفنا المشكل تاعو تاع هو وصديقه هذا باسكو صديقه وعندنا معلومات باللي صديقه هذا الإنسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي بغى يفوت الرسالة تفضلوا. الله يسلمك. روح من دي ولاد. ما تخافوش يا ولاد إليزي. اللي بغى يفوت الرسالة تاعو يتفضل. خوف لا من ربي سبحانه. سبحانه وتعالى بركة. حنا رانا جيناك هنا طواعية. جينا سمعنا قال رشيدنا. مدام الجيش مدام الجيش اللي الى اللحظه هذه الجيش راني مع الجيش راني والو نعرف شنو يقول راني مع الجيش مدام الجيش قرارات تاعو في صالح الشعب مدام راهي تخطف العصابات هذو مدام راهم يتبعوا فيهم نقول لهم بارك الله فيكم واصلوا ولقيت صالح كمل كمل مع الشعب واش راهي طالب ماذا بينا حكومه انتقاليه يحكموها ناس نزهاء معروفين معروفين على الساحة الوطنية يشكلوا لنا حكومة انتقالية نحينا هذا بن صالح وما تقول لي لا الدستور لا والو الدستور قالوا 22 مليون جزائري 22 مليون جزائري قال لك اعطيني رشح لي الاخر بن بيتور وطالب الابراهيمي وزيد الفارس مزدور حطهم لنا على راس الحكومة الانتقالية ومن ثم نشكلوا انتخابات نزيهة وهذاك الوقت نقولوا لقيت صالح بارك الله فيك الرسالة هذيك يعطيك الصحة تفضل عندي ميساج لقايد صالح تفضل قايد صالح ماهوش انت هو الجيش كيما حررناك أول جمعة 22 كنت تقول مغرر بهم يا ورانا فقنا يا ناس يا القايد صالح إلا عندك أجندة خليهم أبار حنا بينا الباءات هاد مزوج لازم يروحوا وماذا بينا ما نطولوش في الأزمة هذه إن شاء الله والله يسرك كمل كمل الطريق اللي تاخذته قدمته السلام عليكم بارك الله فيك السلام عليكم كيراكم لاباس بخير وبارك الله فيكم.